قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت، يقول بعض علماء أهل اللغة إن هناك فرقا بين الفعل والعمل، فإن العمل يقابله القول، بينما يقولون الفعل يدخل تحته القول والعمل، وذلك لأن حركة اللسان فعل،